وللحديث حول تفاصيل مواجهة الأهلي وديجلا ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الناقد الرياضي لطفي السقعان. سيد لطفي، هل سيؤثر غياب مؤمن زكريا وسعد سمير على المباراة اليوم أم هناك بدائل لغيابهم؟ لا يؤثر غيابهما على مباراة اليوم، لان واضح من ماتش الترجي ان خلاص القرار اصبح في النادي الاهلي استبعاد مؤمن زكريا لحين الوصول الى قرار نهائي في مساله تسديده من عدمه او المباراه الاهلي او رحيله. ايضا سعد سمير لا يؤثر عدم وجوده في مباراه اليوم، لان هناك بديل منه محمد نجيب وهو خبراته تسمح له بتمثيل افضل وثقه اكثر داخل الملعب. لكن الغيابات لا تعتبر مؤثره على النادي الاهلي بشكل او باخر، خصوصا وان معظم الصفوف العائده للفريق تؤكد عوده القوه الحقيقيه للفريق في الدوري في امام وادي دجله، خصوصا وانه الفريق الذي سبق وان دربه الفرنسي باتريس بارسيلو. نعم، طيب هل ترى ان كارتيران يتعامل بشكل جيد مع الضغط، خصوصا ان الاهلي يعني مشارك في 3 بطولات في ان واحد؟ ما فيش شك ان كارتيران هو المدرب الوحيد اللي جه الاهلي بقاله من 4 مدربين اجانب تولوا المسؤوليه ما قبل مجيء حسام البدري، وهو الوحيد الذي تعامل بواقعيه في الاداره الفنيه للنادي الاهلي، لم يفرض سياسته الجديده او اسلوبه الفني على النادي الاهلي، بالعكس انه اراد ان يحافظ على المشوار الافريقي وحقق 3 انتصارات افريقيه، يسير بمعدل واضح في الدوري الممتاز، لديه قناعات ان يستمر بهذا الشكل ويكون التغيير بمرور الوقت في مراحل مختلفه. لديه بطوله الدوري المصري، يامل ان يحقق الدرع الرقم 41 في تاريخ النادي الاهلي، يامل ان يكون البطوله العربيه محك لاستعداد الدكه والبدلاء للبطولات البطوله الافريقيه التي اصبح يتصدر مجموعته في هذه اللحظات بعد فوزه على الترجي. شايف ان المدرب بيسير بخطوات ثابته وناجحه حتى هذه اللحظه. نعم، طيب كارتيران يعمل على تقوية دفاع الأهلي، فهل هذه الاستراتيجية ستنجح دائما في تحقيق الفوز في المباريات؟ هو قوة دفاع الأهلي، ودي كانت مشكلة الأهلي فيما سبق، يعني كانت أزمة الأهلي فيما سبق، لأن احنا عندنا موضوع السردباكين عندنا فيهم أزمات كثيرة جدا، إما بالإصابات أو إما بكبر السن وما إلى ذلك، لكن وجود ديكوليبالي في هذا التوقيت أضاف كثير جدا إلى هذا المركز، ولم يعد دفاع الاهلي مخيفا كما افلفت حضرتك في معرض الحديث عن المباراه. الواضح لاسلوب لعب كاسترو انه يجري تغييرات ازدواجيه، بمعنى التغيير الواحد يفرض ازدواجيه في الملعب في الاداء الهجومي وفي الاداء الدفاعي، ومن هنا يحقق معادلة مختلفة عن سابق عادل المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وهو ما يميز كارتيران حتى هذه اللحظة أن استفادته دائما بتكون على الصعيدين الدفاعي والهجومي بشكل جيد جدا، حتى في تغييراته بيستفيد من الشقين الدفاعي والهجومي لإضافة نوع من قد يكون تأخير إحراز الأهداف موجود، لكن في النهاية هناك حالة من الضغط الهجومي للنادي الأهلي بشكل أفضل عما سبق. نعم، الناقد الرياضي لطفي السقعان كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا على كل ما تفضلت به.